السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي حلوين؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده يا ولاد معانا درس جديد من درس دروس الاساليب، وهو اسلوب التعجب. واسلوب التعجب بينتهي بعلامة التعجب اللي هي دي. يعني ايه اسلوب تعجب؟ يعني عندي حاجة بكون مندهش منها ومستغرب منها، يبقى هو يكون لإظهار الدهشة والحيرة. يعني حاجة أنا متعجب منها جدا، مندهش منها، حاجة جديدة أو حاجة غريبة عليا جدا وأنا مستغربها. طيب بيتكون إزاي يا أولاد أسلوب التعجب؟ أولا هو ليه أجزاء لازم تكون كلها موجودة، وهي أول حاجة ما، أول حاجة أداة التعجب ما، أداة التعجب ما. بعد كده فعل التعجب، وده بيكون ليه شكل معين، وهو زي أجمل، أروع، أفضل، أطول، أكثر، أسرع، أبطأ، أطول. ثالث حاجة المتعجب منه، وهو الحاجة اللي أنا بستغرب عليها وبتعجب منها. آخر حاجة ودي مهمة جدا، وهي علامة التعجب. علامة التعجب اللي هي شبه الواحد كده وتحتيها نقطة، ودي بتميز أسلوب التعجب عن أسلوب الاستفهام. وأسلوب التعجب مرة تانية بيكون علشان يظهر التعجب والدهشة والحيرة. طيب زي ايه؟ شايفين البحر ده؟ البحر ده واسع جدا، فأنا لما اجي اعمل أسلوب تعجب بقول ما أوسع البحر، ما أوسع البحر. نيجي على الصورة الثانية، وهي ان الازهار رائعة، شكلها رائع جدا والوانها رائعة، بقول ما اروع الازهار، ما اروع الازهار. الارنب ده سريع جدا، فانا لما اجي اعمل اسلوب تعجب هاي يا ولاد اقول ايه؟ شطار، ما اسرع الارنب، ما اسرع الارنب. نيجي على الصورة الأخيرة، ها سمع حبايبي الحلوين بيقولوا ما أطول البرج، ما أطول البرج، يعني البرج ده طويل جدا، ما أطول البرج. طيب تعالوا كده نعمل شوية تدريبات. عبر عن الصور التالية باستخدام أسلوب التعجب. ها الصورة الأولانية دي صورة إيه يا أولاد؟ دي صورة فيل ضخم جدا، والفيل معروف ان هو من الحيوانات الضخمة الحجم. يبقى لما اجي اعمل ها سمعاكي قولي شطورة، برافو عليكي، بتقولي ما اضخم الفيل، ما اضخم الفيل، برافو عليكي. نيجي على الصورة التانية، دي كلنا حاجة احنا كلنا بنحبها، وهي الحلوة. لما اجي اعمل اسلوب تعجب هقول ما ألذ الحلوى، ما ألذ الحلوى. الصورة اللي بعد كده الأسد، والأسد ده حيوان شجاع جدا. لما بنيجي نعمل أسلوب تعجب على الأسد بنقول ما أشجع الأسد، ما أشجع الأسد. نيجي على الصورة الأخيرة، وهي صورة حديقة منظمة ورائعة وألوانها مبهرة، بنقول ما أجمل الحديقة، ما أجمل الحديقة. نيجي بعد كده يا ولاد على التمرين اللي بعد كده، تعجب من الجملة التالية، الرياضة مفيدة. دي جملة عادية جدا مش أسلوب تعجب، لكن أنا عاوزة أعملها أسلوب تعجب، بقول ها أحسنت، ما أفيد الرياضة، ما أفيد الرياضة. ولازم ببدأ بما، لازم بنبدأ بما، والفعل التعجب أفيد، والرياضة الحاجة اللي أنا بتعجب منها، ولازم في النهاية نحط علامة التعجب. رقم 2، الطائرة سريعة. دي جملة عادية جدا مش جملة تعجب. طب إزاي أخليها جملة تعجب أو أسلوب تعجب؟ ما أسرع الطائرة، طبعا الطائرة من أسرع وسائل النقل، فبنقول ما أسرع الطائرة. زي ما احنا شايفين أسلوب التعجب بيبدأ بما،
وبينتهي بعلامة تعجب، والفعل بتاعه لازم يكون على نفس الوزن ده، أسرع. والحاجة اللي أنا بتعجب منها وهي الطائرة، يبقى ما أسرع الطائرة؟ الثعلب مكار، الثعلب مكار. ها هاي شطار، برافو عليك وأحسنتم. لما أجي أتعجب من مكر الثعلب بقول ها ما أمكر الثعلب، ما أمكر الثعلب. الثعلب ده مكار جدا. بدأ أسلوب التعجب بما، أهو بما، وهنا فعل التعجب، وأدي الحاجة اللي أنا بتعجب منها الثعلب، وفي النهاية علامة التعجب. نيجي على آخر مثال عندنا وهو الزرافة طويلة، معروف برضو من الحيوانات الطويلة جدا هي الزرافة. فأنا لما أجي أعمل أسلوب تعجب على هذه الجملة بقول ما أطول الزرافة، ما أطول الزرافة. بيبدأ أسلوب التعجب بما، وأدي فعل التعجب أطول، وأدي الحاجة المتعجب منها وهي الزرافة، ثم في النهاية علامة التعجب. وبكده يكون خلص درس أسلوب التعجب. إلى اللقاء في درس آخر.